فكر يوم في نفسه اقعد في بيتك اولى. ارض المنطقه معصوره بتشتت العتاوله، هشقه زي الكره واقلبها عليكم زاويه. ابو اصاله بقول لمحمد رمضان بلاش الحركات اللي انت عمال تعملها دي، ناس بتزعل منك. هل فعلا الجمهور اتقسم لاثنين، مؤيد ومعارض، محب لمحمد رمضان ومحب لشهرته ومحب لكل اللي هو فيه، والجمهور الثاني معارض ليه؟ هل محمد رمضان نجح ولا ما نجحش؟ هل محمد رمضان مستمر ولا ما استمرش؟ زي ما بدأنا في حلقة قبل كده وعملنا اتكلمنا على محمد رمضان في إسرائيل مثير للجدل والحلقة كانت غريبة، هل محمد رمضان لما ظهر تاني في نمبر 1 وأحمد الفيشاوي عمل له أغنية قال له نمبر 2، هل أحمد الفيشاوي كان بيرد عليه ولا محمد رمضان خدها عليه؟ طيب لو محمد رمضان خد الأغنية عليه، هل بقى أنا البطل دي سرقها من أبو أصالة ولا محمد رمضان ما سرقهاش من أبو أصالة، وأبو أصالة هو اللي سرقها من محمد رمضان، ولا ساسو هو اللي سرقها من أبو أصالة وداها لمحمد رمضان؟ لفة هي لفت وإحنا دهنا. بس هنشوف بقى مع بعض الحلقة وتعالوا قولوا لي رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على حلقة بدأت في عبده موتة وشهرة محمد رمضان، وصلت لأبو أصالة، وصلت لأحمد الفيشاوي. محمد رمضان كسر الدنيا بأغانيه وبأفلامه وطلع في الآخر محمد رمضان حرامي. تعالوا نشوف مع بعض، هل محمد رمضان حرامي ولا أبو أصالة هو اللي حرامي ولا أحمد الفيشاوي نمبر 2؟ تعالوا نشوف مع بعض القصة. ما تنسوش تعمل لايك، تعمل اشتراك، تفعل الجرس عشان نعرف هل محمد رمضان سرق أبو أصالة ولا أحمد الفيشاوي اللي كان بيرد على محمد رمضان، ولا محمد رمضان بيرد على أحمد الفيشاوي. الخناق ما بين ثلاثة، نمبر 2، نمبر 1 أبو أصالة، أنا البطل، وكمان عبد موتى قضيناها تلاتات تلاتات. تعالوا نشوف محمد رمضان هيقول إيه وأبو أصالة هيقول إيه ونشوف القصة بتاعتنا إيه. أنا البطل اللي نفسك تقلده رمضان، أي حد بهري باجي بسكته رمضان، أتخنى فيكوا بطبع واحد أثبته رمضان. محمد رمضان عامل الاغنيه وعمال بص. هل محمد رمضان كان بيرد على احمد الفيشاوي فجت ابو اصاله؟ الموضوع غريب شويه، ودخلنا هنا وهنا وهنا، ما بقيناش فاهمين القصه بدات فين وهتنتهي فين وهتقف لحد فين. محمد رمضان عمال يصعد، عمال يطلع، عمال يظهر. محمد رمضان بيلعب لعبه السوشيال ميديا من زمان. بس ابو اصاله طلع بفيديو كان هيقول حاجه مهمه جدا، تعالوا نشوفها مع بعض. ابو اصاله بيقول ايه؟ اخوك ابو اصاله، وانا الوقت انا بتكلم في حقي، انا بتكلم في حقي مش بتكلم في اي حاجه تاني. انا محمد رمضان، انا بقول لك اتقي الله، انت خدت كذا اغنيه من كذا حد، وخدت مني انا اغنيه زمان. اخوك ابو اصاله قعدونا تلاتات تلاتات سالونا فين الامانات في فيلم عبد موتة، انا ما كلمتكش فيها. هتفكر يوم في نفسه اقعد في بيتك اولى، ارض المنطقه معصوره بتشتت العتاوله، هشقه زي الكره واقلبها عليكم زاويه. طلع ابو اصاله فعلا الاغنيه دي منزلها على الفيسبوك من شهر 8 في 2019، يعني ناقص 5 اشهر وتبقى سنتين بالظبط الاغنيه دي بتاعته. حقوق الملكيه دلوقتي عند الفيسبوك، القضيه خلاص كده ما بقت ما بين السوشيال ميديا وما بين حقوق الملكيه الفكريه. بس في مشكله دلوقتي يا ابو اصاله، هل الاغنيه دي متسجله في حقوق الملكيه الفكريه بورق وبعقود، ولا انتوا اساسا كلكم بالاغاني الشعبي بتاعتكم دي ما لهاش ولا ورق ولا عقود، زي ما شفنا حسن شاكوش والمشكله بتاعته اللي حصلت مع حمو بيكا وي وي وي، وشوف الاخر ما حدش خد حقه. هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم عليها. بس تعالوا نشوف بقى ابو اصاله هيقول ايه تاني لمحمد رمضان. قعدونا تلاتات تلاتات سالونا فين الامانات في فيلم عبد موتة، انا ما كلمتكش فيها. هو بيقول له يا ستك سرقت الاغنيه الاولانيه بتاعه فيلم عبد موتة تلاتات تلاتات، وتكسب وربنا كرمك وبتاع. يا ابو اصاله المشكله مش في كده، المشكله ان في دلوقتي حاجه انت لازم تطلع تتكلم فيها. الاغنيه بتاعتك لا صحيح نسيت اقول لكم حاجه بسيطه جدا، مش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس. تعالوا نشوف الفيديو المهم ده، صور وبعديه فيديو من الكواليس هو لسه منزلها ابو اصاله. تعالوا نشوف. اه
زي ما شايفين دلوقتي في البوست، ابو أصالة منزل الفيديو ده من يوم 26/2 يعني، او الصور من 26/2 من كواليس اغنية انا البطل، يعني في نفس الوقت اللي هو كان بيجهزها محمد رمضان، كان في نفس الوقت ابو أصالة كان بيجهزها، ولا في حد فيهم صعد الاول؟ مش عارفين. هل المشكلة في صاحب الاغنية او بتاع المهرجان الاغنية ساسو ده هو اللي بحل محمد رمضان؟ طبعا ما ننساش ان هو بعد ما بحر محمد رمضان ابو اصالة نجح وهيوصل على محمد رمضان. هو ده بقى الموضوع والمواضيع كلها اللي داخلة ببعضها، محمد رمضان، ابو اصالة، احمد الفيشاوي نمبر 2. احمد الفيشاوي زعلان جدا طبعا وعايز حقه، ان احمد محمد رمضان بيقول له انت انا البطل اللي نفسك تقلده، انا البطل اللي عاوش نفسك تقلده. وابو اصالة بينصح محمد رمضان نصيحة، تعال نشوف. انا رافع الموضوع ده بقالي بتاع سنة او سنة ونص تقريبا، اغنية انا البطل اللي هو بيقول عليها انا رمضان اللي نفسك تقلده، وبلاش الحركات اللي انت بتعملها دي عشان انت بتزعل الناس، ده دي حقوق. احنا انا بثبت للناس كلها اخوك ابو اصالة عديش عادونا تلاتات تلاتات هوريك. ابو اصالة بيقول لمحمد رمضان بلاش الحركات اللي انت عمال تعملها دي، ناس بتزعل منك. هل فعلا الجمهور اتقسم لاثنين، مؤيد ومعارض، محب لمحمد رمضان ومحب لشهرته ومحب لكل اللي هو فيه، والجمهور الثاني معارض ليه؟ هل محمد رمضان نجح ولا ما نجحش؟ هل محمد رمضان استمر ولا ما استمرش؟ زي ما بدأنا في حلقة قبل كده وعملنا اتكلمنا على محمد رمضان في اسرائيل مثير للجدل والحلقة الغريبة، هل محمد رمضان لما ظهر ثاني في نمبر 1 واحمد الفيشاوي عمل له اغنيه قال له نمبر 2، هل احمد الفيشاوي كان بيرد عليه ولا محمد رمضان خدها عليه؟ طيب لو محمد رمضان خد الاغنيه عليه، هل بقى انا البطل دي سرقها من ابو اصاله ولا محمد رمضان ما سرقهاش من ابو اصاله، وابو اصاله هو اللي سرقها من محمد رمضان، ولا ساسو هو اللي سرقها من ابو اصاله ووداها لمحمد رمضان؟ لفه، هي لفت واحنا دهنا. احمد الفيشاوي، يبقى الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن اربع اشخاص زي ما قلنا، محمد رمضان، ساسو، ابو اصالة، احمد الفيشاوي. اربع محاور محدش عارف ايه فيهم. ممكن نطلع احمد الفيشاوي دلوقتي عشان احمد الفيشاوي ليه قامة وليه احترامه وهو نجم كبير جدا مش محتاج يغني مهرجانات عشان يتشهر. خلاص تعالى يا احمد الفيشاوي يا حبيبي يا ابن الفيشاوي اللي احنا بنحبه وبنعزه واتفرجنا عليه وعجبنا جدا، تعالى بعد اذنك اطلع بره دايرة المهرجانات دي. خلاص كده احنا كده معانا تلاتة، محمد رمضان، ساسو، ابو اصالة. التلاتة دول دلوقتي هي المشكلة اللي معاهم، واحد سرق اغنية ولا الكاتب هو اللي قالها لمحمد رمضان ولا ابو اصالة ما سجلش الاغنية. اولا محمد رمضان قال لي المهرجانات بتاعته كلها ما بتتسجلش بس ليه حقوق ملكيه فكريه على اليوتيوب. ساسو اغاني كلها ما بتتسجلش وليه حقوق ملكيه على اليوتيوب. ابو اصاله كل الاغاني ليه حقوق ملكيه على اليوتيوب. التلاته دول بيلعبوا في محور نو 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 ميديا، يعني ما فيش حق ليك مادي او ورقي او ملكي وفكري مكتوب الناس تدور عليه. وخلاص احنا دلوقتي هنتفرج على الثلاثة لحد ما تظهر ابو اصالة ياخد حقه من محمد رمضان ولا ياخد حقه من ساسو، ده هنشوف مع بعض في المستقبل باذن الله. بس طبعا اول حاجة اقولها لكم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك للقناة.